صباح الخير. الله يديم هالضحكة والابتسامة والتفاؤل والأمل لعوجوه الجميع لأنه اشتقنا له. أصحاب المعالي والسعادة، رئيس الجمعية اللبنانية لترخيص الامتياز الصديق والأخ شارل عربيد، الزملاء والأصدقاء، إن اقتصاد لبنان الحر وفتح الأسواق اللبنانية للمنتجات والشركات الأجنبية وإيماننا باقتصاد السوق بدأ ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وذلك لأن منتجاتنا ليست بحاجة لحماية بسبب جودتها، ولأن الإبداع اللبناني في شتى المجالات قادر أن يقدم الكثير من الأفكار والشركات الناجحة. وكما أن الشركات والمؤسسات الأجنبية تفتح فروعاً في لبنان، فإن الشركات اللبنانية أصبحت موجودة في معظم دول العالم. نستطيع بفخر أن نقول إن لدينا الكثير لنقدمه إلى العالم. إن مؤتمر بيروت الدولي للفرنشايز دليل على نجاح المؤسسات اللبنانية بالتوسع محلياً وعالمياً. وهذا النجاح ليس فقط نتيجة أفكار خلاقة، فهناك الكثير من الأفكار لم تستطع أن تتحول إلى مشاريع تجارية ناجحة. وهنا أعتقد أن الشركات اللبنانية قد خطت مؤخراً خطوات نوعية في كيفية إدارة الشركات ووضع المخططات الاستراتيجية والجداول الاقتصادية في سبيل التوسع واستقطاب رؤوس الأموال. كما أن الخبرات اللبنانية في مجالي الترويج والدعاية ووجود إعلام لبناني فاعل ومنتشر ساهم في إيصال تعزيز السمعة الطيبة للمنتجات اللبنانية. إن ابتكار فكرة ناجحة وتطويرها يساهم إلى حد كبير في تطوير الصناعة المحلية، لأن التوسع يحتاج إلى زيادة الإنتاج، وهذا يتطلب إيجاد مصانع من أجل تأمين الاكتفاء وإنتاج المكونات الأساسية لأي فكرة ناجحة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي. وهناك الكثير من الأمثلة الناجحة والتي اعتمدت هذا النموذج من العمل، ونحن نعتقد أن الأرضية أصبحت جاهزة لكي نحضر من أجل أخذ الشركات اللبنانية الناجحة وطرحها في البورصة وفتح المجال للمواطنين بامتلاك أسهمها. أشكر منظمي هذا المؤتمر وأتمنى لكم المزيد من النجاح في سبيل رفع اسم المؤسسات اللبنانية، وشكراً.